باش دير سبيكتاكل في اي واحد في امريكا والله ما سهل وسهل سهل باش انك توقف فوق الخشبه ودير سبيكتاكل، ولكن ما سهل باش توجد ليه وباش انك تعرف شنو تناقش مع الجمهور. ولكن كان رائع جدا، كنشكر بزاف الجمهور اللي المغربي اللي عايش في امريكا اللي جاب كثافه واستقبلني ودوز معايا اوقات، فتنشكرهم بزاف. كان يجي شويه العيالي اننا كنا تنديروا كل نهار 4 السوايع في الطياره، ثلاثه نهار تبع نهار، كان عندي كل نهار بوندون 3 جوغ كل نهار سبيكتاكل. بحال قلتي مثلا عندي سبيكتاكل في المغرب وغادي الاخر في مثلا في هولندا، هذيك 4 السوايع حتى توصل للمحيط خصك تطلع تصاوب ليكليراج وهذا، وكنت تعرفي التقنيات ماشي نفس التقنيات الامريكيه، ماشي التقنيات المغربيه. بحال مثلا انت تلقى عندهم نوع ديال خاص ديال السبيكتاكلات، ما عندهمش هذوك بحال المكونات، ما عندهمش اجهزه اللي غادي نقدر نخدم بهم مثلا، دوك لي بتي ديتاي اللي مهمين في السبيكتاكل. بعض المرات تلقى لاسين ما فيهاش الدوش، ما فيهاش لي فاس، تضطر انك انت تديباني وتحل هذا وتقاد هذا، فمشيت غير انا ودو بيغسون مدير الاعمال ديالي والسعه ديال الفلوس هو مقنطره جدا. شكرا هذا السيد هذا مسكين، عطيه تيطير في الانجليزيه اللي هو في ليكيب ديالي ومشى معايا الامريكان، ما عمرني ننسى. كل ما كان هذا كل متفجع راكم لا تنهضر بالانجليزيه، ولكن كي بغيتي تقول لهم جلي نسكم ميرا فيها فرماجه، ها مسكين تيعتقني. كان داك الشيء صعيب شويه وكان زوين، ولكن فرحته دابا غادي نعاودوا ان شاء الله نرجعوا الامريكان باش نمشيو لهذيك الامريكان الاخرى اللي جات المكسيك. هو عرفتي كان الاعصار، الحمد لله الوقيته اللي وصلت فيها انايا المدينه اللي غادي ليها مشى الاعصار الحمد لله، الله كبير ومعنا رضات الوالدين الحمد لله. فهادي ما عمرني ننساها، تنحمد الله ونشكره على كل نهار، الحمد لله ونشكره على كل نهار تنتفكر فيه. تصوري غادي نمشي لواحد، غادي نمشي لاورلاندو، جا داك الاعصار صدق الخبر الايكو غادي يجي هو يشريه بحاله، والله الا عرفتي عقلتي فرحنا بزاف. مشيت لهيوستن كان يلاه داز عندهم الاعصار، جيت نشط معاهم وقلت لهم انا فرحان بزاف، فتتفرح تلقى راسك انك جيتي في واحد الوقيته اللي محتاج لك المغاربه انهم يشوفوا. اللي عجبني الحال الحمد لله هو انهم كلهم خرجوا راضيين على العرض، كلهم لانك انت تنوصل فيه الثقافه ديالنا كي اللي تماك تولدوا ما تيجي مره المغرب ما عرفش شنو تزاد علينا كيولينا راه كذا من هنا، ما فهمتي تجي توصل لي الاخبار ديالك بطريقه اللي هي كوميديه بان الحمد لله راه المغرب راه ما بقاش هذاك الشيء اللي كنتو تعرفوا فاش مشيتوا للامريكان. المغرب راه ولا شي حاجه اخرى عاوتاني، عندكم اصحاب كره كبرنا وتزادنا ولات عندنا لوطور وتنطموا للخير يجري فيها الخيل، فهمتي؟ حيت دابا تنضحك ولكن هذا الشيء اللي زعما بغيت نقول لك تنوصل. فالحمد لله تتحس براسك بحال سفير صغير مشى لتما، عندي الخشبه عندي الجمهور ديالي ناقشت معاه كاع داك الشيء اللي عندنا زوين في المغرب، وفرحت بزاف لانني لقيت فيهم روح الوطنيه. تصوري من تنديروا الشعار الوطني في الاخر شي تيبكي شي تيعنق فيا، تتحس براسك احساس اخر بعيد على كاع داك الشيء اللي تتقول انت في دماغك غادي ندخل الجمهور ما غادي يضحكش وداك الشيء. في الاخر تلقى انه جمهور كبير جاي يتفرج فيك، 42000 سيلفي 120000 كوا، ولكن تيبقى المغرب هو. انا نقول لك علاش، لانني انا ملي مشيت لامريكا ومسمنا ما لقيتها، ما عندهمش هما داك الشيء ديالنا حنايا تلقاس ومجموعين وداك الشيء. صوري دابا انا غادي نشري ملفي، اش بغيت تقول لها؟ بانت لي لقيتها تنعرفها ملفي فايت واكلها انايا مفرتت عليا في يدي، اش قلت لها هذيك؟ 1000 بيبرز ما عرفتهاش، دابا تقول لي ما قاريش الانجليزي انا ولا هي؟ ياه تضحكي دابا شنو هو خزو بالانجليزيه؟ راه وليت دير بحال قنيونه تما تناكل غير الجرده، قربت نولي ناكل الورد، حيت انا ما تنبغيش ناكل داكشي اللي ما مذكورش عليه اسم الله. وعادي جدا تنقلب به القاعيت تندير فيه شويه الطباشير تناكل شويه واحد النطه تنعمروها تاهي في وسط لوطيل بهذاك البريق داك ديال الضو، تنعمرو فيها تاهي لقينا واحد الحانوت مغربي وحنا نشريو من عندها تاهي لقامه تنكون جليعه. والبيض عندهم واش عرفتي قداش البيض قد هكا الا سلقتيه راه تصاوب به تريد، ما كاينش لقس في امريكا. الدجاج عندهم صفر وداك الشيء وحنا تنقلب انا على العدس